أعربت عائلة العسير عن خالص الوفاء والولاء لقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والوقوف صفا واحدا في حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين. أكدت العائلة رفضها التام لكل المحاولات التي تمس بوحدة وترابط شعب البحرين ومحاولات زرع بذور الفتنة بين أفراده والذين عرف عنهم التعايش والتلاحم منذ القدم.